العمري منسق مسلك الإجازة المهنية للصحافة القانونية والاقتصادية وبالمحمدية. نحن سعداء هذا اليوم باستقبال الدكتور عبد اللطيف بن صفية مدير المعهد العالي للإعلام والتواصل، وذلك لإلقاء محاضرته الافتتاحية حول تطور المشهد الإعلامي بالمغرب وسؤال المهنية. ومعلوم أن الإعلام له دور أساس في البناء الديمقراطي، له دور أساس في التنمية بمعناها الشامل، ولا معنى للديمقراطية في غياب حرية الصحافة والتعبير، وكذلك لا معنى للبناء الديمقراطي في غياب صحافة مستقلة حرة ومهنية. لأنه لاحظنا أخيرا هناك انفلاتات عن قواعد وأخلاقيات المهنة، وبالتالي فعمل مثل هذه المسالك مثل مسلك الإجازة المهنية للصحافة القانونية والاقتصادية سيساعد على الأقل بجانب منه في تحسين العمل الصحفي، في العمل على تمكين الصحفيين الشباب من المهارات ومن القدرات اللازمة ومن القواعد الأساس والضوابط الأساس في القيام بعمل صحفي مهني يساهم في تقدم البلاد ويساهم في بناء دولة الحق والقانون، ويساهم كذلك في تحقيق التنمية وفي تنزيل النموذج التنموي الجديد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.